ازيكم يا احلى شباب في الدنيا، جاي لكم فيديو جديد وحلقه جديده معاكم عمر سوالف في قناه عمر جيمنج. اتمنى تحط لايك والاشتراك بالقناه. زي ما انتم شايفين يا شباب، احنا اخر مره وقفنا عند الترقيه دي، هي دي، وزي ما انتم شايفين ربنا كرم وانا اشتريت السنون ديت. حلو، فاحنا ان شاء الله هنكمل المراحل. ما تنساش بقى تحط لايك والاشتراك بالقناه. وانا جيت ادور في لقيت الكارز، لقيت في واحده مفتوحه. بصوا هي باينه لا فخمه خالص، ماشي. فاحنا ان شاء الله هنحاول النهارده هنحاول نجيبها، ماشي. فاحنا ندوس بلاي، واهم حاجه حط لايك واشترك في القناه. بصوا يا شباب، انا عندي ليكم مفاجاه ان شاء الله هتعجبكم. ان انا كنت بادئ ايه من اول 2020، كنت بادئ في الاندرويد. ان شاء الله ربنا كرم وهعمل عن برضو البي سي والاندرويد ان شاء الله، ممكن يا اما يوم السبت يا اما يوم الاثنين، الله اعلم عشان ما اكدبش عليكم. بس فاحنا ندوس بلاي، وانا عايزكم تشيروا الفيديوهات ديت مع صحابكم. يلا، وفي واحد انا قلت لكم اللعبه دي اسمها ايه، وفي واحد كتب اللي هي اسمها بلور، وده صح. وي احنا لازم نهرب، لازم نهرب، نجيب روكيتس 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 روكيتس. استنى، في هيلث هنا، في هيلث هنا، في هيلث هنا. تعالى تعالى شمال، خد لك هيلث، خد لك هيلث، تمام. ايه ده؟ اتضربت منين؟ تعالى بقى، تعالى انت، تعالى انت. اولا العربية اللي المنطورة دي راحت فين؟ اوه يا لهوي، خد لك خد لك. اوه عربيات فخمة، ده جايين انا. تعالى حماد، تعالى حماد، خد لك خد لك خد لك. انا نازل لك كلمة ضيف يا اخي. يا ولا يا ولا، الله يرحمك الله يرحمك. خد امامك عشان انت وقفته قدامي، تمام تمام. حط الشنطة دي هنا، بيو العب. ومين ضرب مين؟ تمام، حلو. ده شكلي اما انا دخلت عليه قصرته. طب تاني اخش عليه كده تاني، خش عليه خش عليه خش عليه. خد لك خد لك روكت، خد لك حاجات، خد لك حاجات، خد لك حاجات، خد لك حاجات. روكيتس يا جماعة، روكيتس، اضرب اضرب اضرب. خد لك خد لك، الله يرحمك. حلو، احنا لحد دلوقتي شباب لسنا جامد، تمام. تعالى ناخد الروكيتس اللي هناك، والراجل الشقي جاي وراه. يا ابن اللعيبة، ده انت هلسك ايه؟ مدلي. حلو، خد لك الدرع المميت. تعالى لي بقى، انا انا يلا يلا، اضربوا اضربوا اضربوا. اثبت لي، اثبت في حته يا عم. ايوه هي دي، الله يرحمك بقى يا معلم. اتضرب القط، ياه. والحمد لله زي ما انتوا شايفين يا شباب، الحمد لله احنا فزنا بالفلوس وزياده. كل ده الحمد لله بفضلكم. بصوا احنا كنا واقفين وقلنا ايه، بصوا دي الارمر يعني الدفاعات يعني، فاهمين. وفي حاجات من هنا، فاحنا قلنا مش هنستفاد من دول. ايه ده، انا شفت حاجه غريبه. ثانيه واحده، طب ماشي، ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ده لون ماشي. بص الدفاعات هي دي بقى، يعني شوفوا دي شوفوا دي، يا لهوي
بس انا عمري ما هشتري دي طبعا، بس انا هشتري ان شاء الله ايه اللي في الكارت، يعني حاجات ياما يعني. بص زي ديت، فاحنا تعالى بس عشان ما نشغلش وقتكم، عشان بس ما نضيعهوش، فتعالى نتكلم بلاي تاني نلعبه بقى في وسط المدينة. انا فراير تنين شوب. الحرب ابتدت يا رجال، خد لي. لا لا لا، ابعد ابعد، خد لي، انا عايز اخد هنا. تعالوا لي بقى يا جماعة، جسرت الحرب ابتدت. كلوك عليه ولا ايه؟ تعال هلا انت كمان هلا. او ماي جاد، مطلع عينيك انت. خد 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 خد، اول واحد مفرقع. اضرب اضرب اضرب، خد لي، خد روكيتس روكيتس يا جماعة روكيتس. يا ابوي يا ريتني ما استخدمتها. طب اكمل على الراجل اللي بيموت ده اصلا. انت بتعمل حمام، انت مت اصلا. خدك دير، خدك دير. انا مش عارف فايدته ايه بس حلو. انا اتأثرت. خدك بقى، والله انت سايبك. خدلك خدلك. تبلع. بجد مات. لا 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 لا، اهرب اهرب. روكيت تمام، يلا احنا بس هناخد هيلث ونخش له وجه الواد. رئيس ويح، يا نهار اسوح، ده عربية خربانة. ايه ده، مات ازاي؟ يا لهوي، ده شفت العربية طارت. انا عايز اعرف بس لحد دلوقتي هو مات ازاي. حلو، جمعنا 2000 اصل 4500، ايه 4500. فتعالى نركب نزل على العربية التانية، هي ماشي حلوة بس مش قوي. لا ديت لا، ماشي دي شغالة، دي شغالة بس لونها معفن خالص، بس اللي انت جايبها من يلا قوي، شكلها حلو ديت، بس لونها هو اللي خربان. الله طلع حلو. ماشي تعالى نشوف شوية على الفيديوهات. ادي ديت اللي العنتيلة، هي دي العنتيلة. مش يا لهوي يا مراري، ده هي جاهزة، ده هي مش محتاجة تعديل، ده هي لو دخلت على واحد الله يرحمه. تعالى ديسبلاي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب نفوز ان شاء الله. كام جيم كده محترم. ايه ده، متبدئين يا رجالة. يا اللودة خدلك، قلبتك على الأرض. اتخانقوا انتوا بقى مع بعض. لو انا اللي اخده. طب ارار بقى، طب تعالى انت كمان، طب تعالى انت كمان، بس عشان انت هتتشطر على الراجل. يا ابني اللعيبة، قول لك احنا محتاجين روكت دلوقتي يا شباب. اللهم صل على النبي. روكت المطية دي انا مسيطر فيها. خد يا لواو، خد لك، اترك الناس بقى يا ناصح. ده انا حوالي شباب. خد لك خد لك خد لك خد لك، يخش يتخانق انت بقى. فلك يابا،
حلو 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 حلو. ثلاثة تعبانة لا في مخك يا لا، مش عارف انا مين. يا نهار ابيض، انا لو لزقت فيه ورا الله يرحمه. وراجل مدرع تضريع، احنا ما سالناش غير واحد يا جماعة. يا نهار اسود، قول تعالى لي. واحد تاني، ايه الحلاوة دي؟ تعالى نجمع لنا الروكت ونسرق الفلوس اللي هنا دي. تعالى لي بقى، والله لا جيلي انا اللي هفرقعك. حلوة، خد لك. مش عارف هو بيتكلم مين. احمر يا ابني الواد الحمار، انا بس عشان اسلم منه فاعمل ايه؟ تعالى لي، بقول لك انا اللي جاي. والله الحتة دي أسطورية. جيت لك وصل. واحنا نتعزم على بعض، هتسيبني اتعزم بقى حبة؟ في الآخر أنا اللي هفوز. أنا كنت عارف. الفن يا لا، العربية اللي متحرطة دي اتحرطت خالص. شفت السنون عاملة ازاي؟ ده مفيش حاجة من ورا اصلا عشان تحميه. هي دي جامدة، ده لو دخلت على الواحد يا لهوي، ده تقيل، عاملة زي بتوع قطر. يابا يابا، ده انا لو دخلت دي بدي ايمن. لا ديت لا، دي البن. ودي بقى يا لهوي، هندمر العيال. وبالتالي بقى حلقتنا خلصت. احنا معلش احنا جمعنا برضو مبلغ وقدره، بس اتمنى الحلقه دي تعجبكم. متنسوش تحطوا لايك والاشتراك بالقناه عشان ان شاء الله عايزين نكمل سلاسل الالعاب دي. ويلا انتظرونا في فيديو جديد، والسلام.